طبعا احنا اليوم في عندنا خمس فقرات اساسيه في الرعاه حاول هذا المشروع من خلال هذا المشروع أن نشرك أكبر عدد ممكن من المجالس المحلية ومن منظمات المجتمع المدني اللي تهتم بالشؤون المسالية لنقدر نجمع أكبر عدد ممكن من الإحصائيات وبدقة أعلى معايير الدقة. نحاول نوصلها لاحقا للجهات المعنية اللي تهتم بموضوع المهجرين والنازحين ونحاول نساعدهم قدر الإمكان. من تلبية الدعوة هو زيادة التنسيق بشكل أكبر بالتعاون مع باقي المنظمات العاملة في الشمال السوري وتلافي الأخطاء التي حصلت في الاستجابات السابقة.